أولى فقراتنا لليوم يا سمر رح نروح فيها بجولة ومعلومات كتير مهمة عن استفسارات كتيرة كل الصبايا كل السيدات معظمهم بسبب يمكن الأكل بسبب عادات خاطئة بالحياة أو بسبب نمط محدد بجسمهم بيعانوا من الأكياس على المبيض مما يسبب لهم العديد من المشاكل الصحية وقد تكون ببعض الأحيان هي خطيرة على حياتهم. رح نحكي أكثر عن هالموضوع يلي بهم كثير من الصبايا ومن السيدات أيضا مع الأخصائية النسائية الدكتورة الغالية على قلوبنا سوسن محفوظ. أهلا وسهلا فيك أهلا دكتورة. أهلا وسهلا فيكم. يسعد هالصباح الحلو. صباحكم كل خير يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على الأكياس على المبيض وشو هي أشكالها. تمام. هلا في كثير شيء مهم إنه نحن أكثر الأشياء الشائعة أنه أكياس المبيض هو المبيض المتعدد الكيسات، يعني هو اللي الناس كتير بتخاف منه وبتضل بتحسب له حساب. هو هذا يعني أكتر شيء هو مرض وراثي، يعني أكتر شيء بيلعب دور فيه. فيه ناس عندهم زيادة بتكون مقاومة للأنسولين، فإنه لما بيأكلوا سكريات بيرتفع السكر بالدم بيؤدي لزيادة بإفراز الأنسولين، وهذا بيزيد إفراز أندروجينات من المبيض، فبتترافق مع مشكلة المبيض متعدد الكيسات، فبتترافق عندهم مع السمنة، مع العد إنه في حب شباب بيقولوا له، مع الشعرانية. هدول أكثر المشاكل اللي بتترافق هذا الموضوع. هذا أكثر شيء نحن بنسأل عنه إنه المبيض متعدد الكيسات. طبعا في كيسات كثير ثانية هي على المبيض، منطمن كثير النساء، يعني في كيسات اغلب الكيسات اللي نحن بنشوفها على المبيضين هي بنسميها كيسات وظيفيه، بتكون كيسات جريبيه. اكثر شيء يعني نمط الحياه ممكن يسببها انه الاباضه بتوصل لحد معين لاسباب معينه ما بتقدر تنفجر فبتتحول لكيسه جرابيه. هيدي بتتراجع يعني باغلب الحالات حتى لو وصلت لحدود 6 سم، واحيانا بنشوفها حتى باحجام اكبر من هيك. هلا اللي في ناس عندهم بتتشكل على مبايضهم انه كثير اكياس، فنحن بنقول لهم دائما تابعوا بشكل دوري كل 3 اشهر، لانه هيدي الاكياس بتتراجع يعني بالمعالجه. 90% من الحالات بتتراجع الاكياس بالمعالجه الدوائيه، واكثر شيء نحن بنعتمد عليها هي حبوب مانع الحمل. فالناس كمان بتخاف، خصوصا احيانا البنوتات الصغار، انه حب مانع ما له اي تاثير على المستقبل يعني لبعدين. برحله العلاج وخاصه مع حبوب مانع الحمل وخاصه للصبايا، ولكن خليني دكتوره نحكي عن الصبايا الصغار بالعمر. نحن عم نلاقي انتشار كثير كبير للاكياس على المبايض، او يعني مشاكل عم تصير مع الصبايا الصغار بعمر صغير نتيجه البلوغ المبكر، ايضا ممكن هي احد الاسباب، او نتيجه الغذاء الخاطئ. خلينا نحكي عن هاي النقطه ومخاوف، ونطمن الاهل انه اللي كثير بيكونوا خايفين على الصبايا الصغار انه هل هي بتشفى او خلص هي بتضل بتطلع هاي الاكياس. تمام. هلا بالنسبه لهيدي الحالات نحن دائما بناكد لهم للاهل، لانه هي كثير بنشوفها بالعيادات، انه بعمر 14 و15 سنه ما بنشخص انه عندنا مبيض متعدد الكيسات، خصوصا على الايكو لما بنشوف جريبات متعدده على المبيض. هذا المنظر الطبيعي ببدايه البلوغ. بكل الاحوال اكثر الاسباب اللي بتؤدي لهذا الموضوع، هلا كنا عم نحكي لانه في مقاومه للانسولين، وبالتالي في تراكم للسكريات، وبالتالي بتتحول لشحوم، وبالتالي البدانه، طبيعه غذاء هذه الاجيال الجديده اللي هي اغذيه بيعتمدوا على الاغذيه الجاهزه كثير. زيادة الوزن هي أكثر شيء بتلعب دور بتشكل هيدا النوع من المبايض. طبعا بأغذيتنا في كمان أغذية هرمونية كتير، يعني ممكن كمان تلعب دور بهذا الموضوع، بس إنه أكثر سبب بيؤدي لحالة المبيض المتعدد الكيسات هو الوراثة. يعني هو مبيض وراثي ما له أي خطورة على الحياة، طبعا بتختلف درجته، يعني إنه في حالات يعني حسب الأعراض اللي بتطلع عنا. نحن دائما بنطمن الأهل إنه خصوصا إذا الدورة الطمسية منتظمة فكتير بتكون الموضوع أخف، بنركز عليهم إنه تخفيف الوزن، إنه هذا الموضوع كتير بيسهل من هذا الموضوع. طبعا هذا المبيض بنرجع بنأكد لهم إنه ما بيتراجع، يعني إنه هيدي نمط المبيض هيك، إنه هي ورثته بهذا الطريقة، هو ما بيتراجع يعني بالأخير، بس إنه ما له مخيف للمستقبل خصوصا إذا الدورة الطمسية منتظمة. طيب خلينا نحكي على موضوع الصبية اللي تعالجت بعد بفترة، يعني شهرين ثلاثة بترجع نفس الأعراض عندها، بيرجع بيطلع لها حبوب بوشها، بترجع لنفس المشاكل، بتلاقي كمان رجعوا للأكياس. طيب شو السبب؟ يعني شو السبب؟ يعني بيقولوا معقول التوتر، معقول شو الأسباب الرئيسية لهذا الموضوع؟ هلا كنا عم نحكي إنه هذا المبيض هو وراثي، يعني طبيعة مبيضها هيك. نحن بنقول لها كيف أنت ورثتي مثلا لون العيون، لون الشعر، فهذا خلص بيضل معها طول الحياة. نحن بنعالج شو الأعراض اللي بتنتج عنه. في ناس بتنتج عندهم شعرانية، في ناس زيادة بالوزن، في ناس الحب، ومننبهها لما بنعالج، من إلا انت ممكن يعني طبعا وسطيا العلاج 6 شهور، يعني لما بنعالج نحن من إلا انه ممكن انت تضبطي الامور 2 3 وترجع تسوق الاعراض، لا ممكن، لانه هذا المبيض موجود. اي شيء بيؤدي لانه ترجع طبيعه غذاء السيء، زياده الوزن،
زاد عندي افراز الانسولين، زادت المقاومه للانسولين مثل ما حكينا، زاد عندي افراز الاندروجين من المبيض، هذا اجباري بده يرجع يؤدي لظهور الاعراض من جديد. نعم تمام. دكتوره كثير في من الصبايا ما بيحسوا باعراض، ممكن ما يصير عندهم لا شعرانيه ولا حبوب ولا تخربط بالدوره، ولكن خلينا نحكي شو هي ابرز الاعراض. يمكن بنلاقي كثير من الصبايا بيكونوا عم يعملوا مثلا ليزر، ما عم يزبط معهم الليزر، فبيقولوا لهم شيكوا على المبايض، هون بيكتشفوا انه معهم اكياس على المبايض. خلينا نحكي شو هي يمكن ابرز الاعراض يلي لازم تتنبه عليها الام وتعلمهم لبناتها او نعلمهم نحن للصبايا. هلا الصراحه هي الاعراض اللي بتترافق مع المبيض متعدد الكيسات قلنا هي الشعرانيه وحب الشباب، زياده الوزن واختلاف الدوره الطمسيه. ممكن احنا قلنا في درجات أوكي. بس لما بنشخص انه في عندي انا مبيض متعدد الكيسات وما عندي اي من الاعراض فما بده اي شيء ابدا ابدا، فهي مثل الحاله العاديه. بس بننبه الام انه كل 3 اشهر او 6 اشهر نحن ممكن نعمل ايكو، لانه ممكن تتشكل عندي كيسات وظيفيه اللي كنا هلا عم نحكي عنها واللي هي بتتراجع اذا تعالجت. بس اذا وصلت اكبر من حد معين ل 8 سم 10 سم ممكن تؤدي لاعراض ثانيه، ممكن تتمزق بقلب البطن وبالتالي تحتاج لجراحه، فبنكون يعني صرنا باختلاطات أسوأ. فبس مننبههم اذا ما عندي اي اعراض ثانيه انه زيارات دوريه بس للاطمئنان انه ما تشكلت كيسات وظيفيه ثانيه انه ممكن تؤدي للوصول لحاله جراحه. تمام دكتوره، مثل ما حكيتي يعني احيانا يمكن صبيه تكون مثلا برا بيتها او بمشوار كذا فجاه بتحس انه شيء انفجر ببطنها هو هذا الكيس. خلينا نحكي يعني معقول هي فجاه ينفجر؟ يعني لازم يكون في قبل يعني انه اعراض يعني عم تصير مع الصبيه بالاخر لينفجر الكيس. خلينا نحكي عن هذا الموضوع انه ما في شيء فجاه بيجي. هلا تماما، غالبا بتكون في الام بطنيه خفيفه احيانا تمام. هلا هو غالبا بيؤدي لاضطراب الدوره الطمسيه اذا وصل لاحجام كبيره وممكن يوصل لحالات انفجار. فبس انه غالبا بتكون بتعاني من الام بطنيه باحدى الحفرتين الحرقفيتين يعني على اليمين او على اليسار حسب جهه الكيسه باي جهه على المبيضين. بس ممكن تعزيها كثير لانه تشنج، برد، الم من الدوره وبتطنش الالام. لما بنوصل لحجم معين طبعا اكبر من حد معين ممكن خلص انه احيانا بتجمع مفرزات كثيره ففجاه بينفجر او بينفتل. يعني ممكن حركه معينه عنيفه قامت بسرعه هيك المبيض متحرك، فاذا انفتلت الكيسه كمان بتؤدي لاعراض نفس اعراض التمزق، في بيصير دم بالبطن والم شديد فاكثر شيء هيك انه هي اكيد كان في عندي الام خفيفه قبل بس هي كانت مطنشه هيدي الالام. تمام دكتوره، طيب ممكن يتحول الاكياس الى نوع من الليف ولا هي شيء وهي شيء؟ تماما. كمان خلينا نشرح اللغط يلي بصير. تماما، الورم اللي في شيء هي خلايا عضليه والكيس شيء ثاني مختلفه تماما. طبعا الاكياس على المبيض شائعه اكثر من الاورام اللي فيه، الاورام اللي فيه بنشوفها على حساب عضله الرحم اكثر من المبيض، بس انه ممكن يصير عندي ورم ليفي بالمبيض ممكن اكثر شيء ممكن ولكن ما بيؤدي الكيس للليف. لا أوكي. كيس ما بيتحول الاكياس، انه اكياس على المبيض قلنا كيسات وظيفيه، ممكن في حالات اسمها كيسات اندومتريوزيه كمان مرض وراثي بيكون في عندنا كيسه فيها سائل شوكولاتي، في كيسات طبعا هذا ما بيتعالج غير جراحه، في كيسات كمان اسمها كيسات عجائبيه، في عندنا خلايا جنينيه بالمبيض، الناس بتستغرب انه شو هيدي الكيسه، ممكن نلاقي فيها شعر، ممكن نلاقي فيها تكلسات، ممكن نلاقي فيها فكمان هيدي ما بتروح للاسف غير بالجراحه. فبس الكيس كيس والليف مختلف تماما عن الاكياس، ما بيتحولوا اكيد. لكن دكتوره خلينا نحكي هلا على العلاج، امتى العلاج بيكون دوائي، امتى العلاج بيكون جراحي برايك؟ هلا غالبا نحن لحدود 6 سم الكيسه نحن بنعالج دوائيا، والمبيض متعدد الكيسات اكيد العلاج دوائي الا اذا بعدين ادى للعقم، يعني انه في حالات انه للاسف ما بتكون منتظم الاباضه عندي فما بيصير في حمل، فنحن وقتها بنضطر ل تنظير بطن ومعالجه خاصه للمبيض متعدد الكيسات. بس الكيسات الثانيه لحدود 6 سم فهي علاج دوائي. حتى هلا نحن بنشوفها لما بنوصل حتى لاحجام 9 سم و10 سم بنجرب العلاج الدوائي 3 اشهر، ما استجابت وقتها بنلجا للجراحه. بس ب 90% 95% من الحالات الكيسات تتراجع بالعلاج الدوائي، يعني نادرا ما نحتاج للجراحه. وحتى هلا نحن يعني الجراحه غالبا بتكون عن طريق تنظير البطن، يعني اقل خطوره، اقل اختلاطات لبعدين، اقل تسبيب لالتصاقات. العلاج الجراحي صار حتى احسن من قبل، يعني صار اسهل. نعم دكتوره، لكن خلينا نحكي بالموضوع يلي من شوي حضرتك طرحتيه وهو العلاج بحبوب مانع الحمل، شو تاثيرها على الصبايا خاصه وعلى السيدات ايضا؟ ولكن بنشوف في مخاوف كثيره وخاصه اذا كان العلاج بحبوب مانع الحمل طويل الامد.
وشو تأثيرات الجانبية كمان؟ تماما. هلا حبوب المنع هي إلى آثار وقت اللي بتكون عم تاخذها المريضة، يعني من أعراضها الجانبية الاكتئاب، الصداع، التعصيب، الاحتقان، فهاد إنه أعراض جانبية مترافقة مع حبوب مانع الحمل. طبعا تختلف بين مريضة ومريضة، في مريضات إنه أوكي بيكون بالنسبة لهم تماما، في مريضات كتير بيكون تأثر، وبالتالي نحن بنغير بقى حسب الجرعات والأنماط حسب المريضة. حب المانع آمن، يعني هي المشكلة إنه الناس كتير بتخاف من هذا الموضوع، إنه لا بنت كيف بدي أعطيها حب مانع؟ حبوب المانع آمنة ما إلها تأثير على أي شيء. نحن أكثر شيء إنه ممكن يتأثر بعدين إذا اتخذت لوقت طويل، ممكن تصبت عند الإباضة إذا كانت متزوجة، فإنه ممكن يتأخر الحمل لحدود 6 أشهر، 3 أشهر لست أشهر، مو أكثر من هيك. بس الخوف أكثر من بس إذا تأخر الحمل هون لازم تكون قد إيه وقفتهم حب مانع الحمل. هي عم قلك بعد ما بنوقف حب المانع. هلا اذا صبيه ومانا مجوزه ما بياثر، لانه اذا لحظه اذا هي صبيه واخذت حب مانع حمل مثلا وبعد سنه عرسها ما بياثر، او بدها تتجوز ما بياثر، خلص 3 أشهر توقف حب المانع خلص عادي، رجعت الاباضه نظاميه وبالتالي امورها كلها بخير. يعني ف حتى اول ما بتتزوج وحده اذا ما بدها اولاد كثير بخوفوا انه لا ما تاخذي حب مانع ما بقى رح تجيبي اولاد بالمستقبل. هذا الحكي للاسف غلط جدا 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 جدا، انه بس انه ممكن يتاخر الحمل 3 أشهر لست اشهر بعد ايقاف حب المانع. يعني اليوم وقفته بعد 3 أشهر ممكن يصير حمل؟ ممكن. تمام دكتورة، خلينا نحكي امتى الصبية بتحس انه هي ما عاد تعاني من مشكلة الاكياس على المبيض، امتى بتحس حالها انه صار عندها شفاء كامل برايك؟ هلا المبيض متعدد الكيسات ما في شفاء كامل، باي لحظه ممكن تنكس الاعراض. لا الاكياس بالنسبه للاكياس بشكل عام طالما في دوره طمسيه فباي لحظه ممكن تتشكل الاكياس، بالعكس حتى بالاعمار فوق ال40 ممكن تزيد، لانه بتصير في عندي تخربط تماما، ضعف بالاباضه، يعني صار عندي مخزون الاباضه اقل، وبالتالي في زياده هرمون على حساب هرمون، فهذا الموضوع بيؤدي لتشكل الاكياس اكثر. بس انه هيدا بنرجع بناكد اغلبها هي كيسات وظيفيه تعالج دوائيا وبتروح، بس طالما في عندي دوره طمسيه من اول البلوغ لحتى توقف الدوره الطمسيه لعمر ال50 ممكن تتشكل الاكياس. دكتوره في نقطه دائما بيقولوا انه بس البنت تتجوز رح تروح هي الاكياس، والنقطه الثانيه هل بياثر الموضوع الاكياس على الحمل؟ يعني اذا السيده بتعاني من الاكياس وعم يتم علاجها قديش بدها وقت لحتى تحبل، وممكن هذا الشيء ياثر؟ وبنفس الوقت يمكن في كثير من السيدات عندها اكياس على المبيض وحام وبتحبل. تماما، يعني لك هذا السؤال كثير بنتعرض له بالعيادات، انه في كيس مي ما بتحمل او بتعتبره مانع حمل احيانا، انه في كيس مي لا ما بحمل. الكيسات الوظيفيه على المبيض ما بتمنع الحمل. اكثر شيء اللي بياثر على موضوع الحمل هو المبيض المتعدد الكيسات وبالدرجات الشديده، لانه للاسف بيترافق مع عدم اباضه. فنحن بهيدي الحاله فقط هي الحالات اللي بتتاخر فيها الانجاب، ونحن قلنا نحن بنلجا لتنظير بطن مع تسكب للمبيضين مع معالجه شوي تحسب الاباضه مع انه تنزل الوزن. اكثر شيء اهم شيء بموضوع المبيض متعدد الكيسات انه هي تنزل الوزن فيمشي الحال. يعني بس ما في شيء واضح بالنسبة، يعني إذا في كياس ممكن يصير حمله ممكن أكيد لا. بيصير الحالة الوحيدة اللي بتترافق مع إنه تأخر الحمل، ما حنقول مع إنه ما يصير حمل، إنه هو المبيض متعدد الكيسات منعالج. وفي ناس بدون علاج، يعني خلص إنه حتى لو أحيانا كانت الدورة شوي مانا نظامية، يعني مثلا نحن لحدود 35 يوم، يعني الدورة مو إنه كل 30 يوم كل 30 يوم مثل ما بتجينا المريضة ولا أخرت يومين قدمت يومين، نحن عنا مجال إنه بين 23 و35. حتى لما بتكون دورتها غير نظامية نوعا ما، يعني والله على 40 45 يوم في عندي درجة خفيفة من المبيض متعدد الكيسات، ممكن يصير الحمل حتى بدون علاج. تمام دكتورة، بدنا منك نصائح أخيرة لكل السيدات اللي عم تابعونا اليوم. أهم شيء ننتبه بغذائنا، نبعد عن الوجبات السريعة ولا البنوتات الصغار، نتجنب زيادة الوزن، يلعبوا رياضة منيح، والشيبسات والشوكولا والزيارة الدورية خصوصا اللي بتتشكل عندهم كيسات مبيض قبل ما نوصل لمرحلة لا سمح الله تنفجر الكيسة أو تتنفتل ونحتاج عمل جراحي. هيدي أهم النصائح للبنوتات. نعم دكتورة، لكن بدنا نقول كمان ما يتخوفوا، ركز على نقطة مانع الحمل للبنوتات، ودائما لازم الزيارة الدورية للدكتورة أو الطبيب النسائية بشكل أكيد. يعني 6 شهور أقل شيء صح؟ كل ست شهور. شكرا كثير لك دكتورة، ميرسي على المعلومات اللي قدمتي. أهلا وسهلا، شرف. شكرا لك دكتورة، مشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك.